بتعرفوا الفرق بين كل انواع هالبنادول؟ خليكن لحتى اخبركن. البنادول الازرق العادي بسكن اي نوع وجع. هيدا الفضة الاكتيفاست من اسمه اكتيفاست، يعني بيعطي فعالية اسرع من البنادول الازرق، نفس الشي بس فعاليته اسرع. البنادول جوينت كمان من اسمه للعظم، بتكون الدوز تبعه اعلى من غيره لحتى يقدر يسكن اوجاع العظم. البنادول الاحمر الاكسترا فيه زيادة كافيين، بسكن الاوجاع اكتر من كل اللي قبله. هيدا الاصفر هو للجريب، بناخده خلال النهار. هيدا للجريب بس بناخده قبل النوم. الأورانج إذا كان في عندكم سعلة مع الجريب هو طارد للبلغم. هيدا كمان للجريب بس هيدا بيجي ظروفة، يعني منحلهم بالماي ومنشربهم. البنادول الموف النايت من اسمه ليلة، يعني منخده قبل ما ننام بحث على النوم. هيدا كمان للجريب بس الجريب اللي بيكون في عنده حالة احتئام. زهرة من لونه للبنات لأوجاع البيريد. هيدا شرب لونه زهر لعمر الولادة تحت 5 سنين. هيدا شرب للولاد اللي عمرهم من 5 سنين ل 12 سنة. كل الحبوب اللي كنت عم بحكي عنهم هن العمر الفوق 12 سنة، بناخد حبتين كل 4 ساعات ل 6 ساعات. الكبار بالعمر واللي عندهم ضغط ما فيهم ياخدوا إلا الأزرق والفضة. انتبهوا إذا كنتوا عم تاخدوا مع البنادول شي دواء تاني يكون في بقلبه بنادول لحتى ما تاخدوا دوز زيادة. أنا خلصت كل شي معلومات عندي، هلأ أدوركم بالفولو وبالإكسبلور.